تقولي لبس الدول. دول. لا لا انا ما انا متحمسه. كيفكم جايز؟ حطيت اوراق هون بعض اسماء الدول. اليوم سوى رح تختار منهم وتلبس لبس الدوله اللي اختارتها. اوكي، تحدي حلو هيك مسلي. اوكي، هلا رح نبلش ناخذ اسم الدوله الاولى. شوي احركهم. يلا اختاري لك ورقه سوالي، اعطيني افتحها واشوف شو مكتوب. ايش بدك تلبس سوار؟ مصري. سوار طلع لها مصري. هلا نشوف سوار باللبس المصري. مستعده سوار؟ اه. مستعده؟ اه. يلا نشوف، استنونا جايز، سوار رح تلبس وتيجي. يلا منرحب بالمصريه سوار. خلص التحدي الأول، دور سوار تختاري لنا ورقة تانية، دولة تانية. يلا أشوف، أعطيني إياها أشوف شو مكتوب فيها. فلسطيني. مستعدة تلبسي زي فلسطيني؟ إيه. يلا تفضلي قومي. استنوا سوار. لبسناها اللبس المصري لمسوس، طالع عليها بجنن مهسا. صح مسوس؟ صح. رحبوا معي بالفلسطينية سوار. هي فلسطين بحبكم كتير. انت فلسطيني اللي بتشوفتي، اعمل لايك فلسطيني. تحية فلسطين. حبي الثالث سوار تختار دولة. انجاز؟ انجاز؟ سوار شو رح تلبس؟ هندي. انا قلي هندي. رح نجرب نلبس هندي. مستعدة سوار للهندي؟ مستعدة. يلا 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 باي. تفضلي يا هندية. سوار شو طلع لك؟ اعطيني.
خليجي. خليجي حلو. خليجي مستعدة؟ خليجي. يلا فيك. رحبوا معي في الخليجية سوار. إذا أنت خليجي حطي لي لايك. لحدي الأخير. أوكي. لحد الأخير. الخامس والأخير. يلا أعطيني أشوف. رح تكوني تركيا. تركيا. رح تكوني تركية. مستعدة؟ مستعدة. تقبل التركية سوار. Can I get my heart?